لما انا بيجي عم بيطرح عم بيقول لك طب شو عندك افكار بالمقابل، يعني عم بيقول لك حكما انه انا ببقى بتمسك بالمسار القديم. ثلاثة، حتى السعودي يعني صار اوضح يلي كان رابط، لما بنشوف اخر مرة الكلام يلي ما بين الفرنسيين والسعوديين يلي سرب. نعم بلقاء المجموعتين الفرنسية والسعودية، لما كان الأمير محمد بن سلمان عم يلتقي الرئيس ماكرون، صار في كلام بيناتهم. طلب فرنسي، بتهيأ لي يعني كان معروف الوفد من مين مؤلف الفرنسي، انه ساعدونا مع الايرانيين لنقدر نمشي بلبنان. كان الجواب السعودي، وهن فهموا بهذا الموضوع انك عم تقول لي مشي لك، جرب مشي تعديلات مطلوبه مع هذا. قال له انا نحن مبلشين بحوار صعب مع الايرانيين، وهي مرحله جديده ناشئه. المرحله الاساسيه هي باليمن، ونحن بنعرف انه الايراني لهلا يعتبر نفسه انه هو عنده مكاسب من خلال حزب الله في لبنان، وبالتالي اعتقادنا انه مش بالهين رح يجي يقول لك هلا رح اعطيك رح سلمك، ويعني نحن نطلب وما يمشي الحال بالملف اللبناني، هذا سيعني بانه عم ارجع برد العلاقه يلي هي اصلا ناشئه، يعني عم باذيها لهي العلاقه يلي انا بدي اعول عليها لامشي فيها. فالافضل انه نحن لانه بنعرف الجواب سلف انه ما نفوت بهذا الموضوع ونطلب شو او نطلب شيء من السعودي. أن نطلب شيء من الإيراني. بس هذا بيعني شو؟ يعني تأخير للملف اللبناني، وضعه جانبا إلى حين شو؟ السؤال الأفضل هو السؤال الأبرز، لما تراجع أو جمد ماكرون عن لما مشيت، خصوصا من بعد ما صدر صفيرة من واشنطن، طلعت وزارة الخارجية بالآخر بيان شبرح انه وقفوا ممنوع حدا الحل يكون تركوا اللبنانيه، عم تقول له فرنسا اطلع لبرا. طبعا اخذت معه وقت للفرنسي ولا فاهم انه الامريكاني مش ماشي، رغم انه كان معتقد وعم بيقول انه انا عندي الوكاله منهم. هلا كان السؤال انه طب ليه هيدي، لاوصل لك على النقطه اللي واصلين لها هلا. الفرنساوي بيعتبر وكتار برايي صار بيعتبروا انه الفريق الاساسي بلبنان هو حزب الله. صحيح؟ صحيح، هذا صحيح. اثنين، انه ما كان مكون موقف مسيحي لما هلا تكون من بعد. مظبوط. يلي يعلم. ثلاثة، حزب الله يريد فعلا تغيير النظام السياسي في لبنان، لا ايصال فرنجية. لا، وليس ايصال فرنجية. مش يعني رافض يوصل، بس انه تفسير الفرنسي اللي انقال بالتقاطعات الدبلوماسية، او هذا ما نمي اليه، انه حزب الله يريد تغيير النظام السياسي في لبنان، وهيدي مش اول مرة. اول مرة راد يغير النظام السياسي في لبنان عندما كان يتمسك بميشيل عون، لادراكه انه ميشيل عون هو مشكلة مش رح يقبل فيه الفريق الاخر، او لرهانه هذا الموضوع. لما مشي سعد الحريري بالسابق، او طب اذا الفرنسي بيقول اذا شفته اول فترة ارتبك الفريق الشيعي او فريق حزب الله، لانه كان متصور انه انا عم بحط هودي لحتى عوائق عبر غيري مشان اضرب النظام السياسي، بدي فوت على المتالته. نعم. وبيقول انه انا اختبرته مره لما طرحت موضوع المتالته، كان حزب الله راضي، ولما اجى ماكرون على بيروت وحكي بتغيير النظام، لدى تغيير العقد الاجتماعي، انبسط كثير حزب الله، بالتالي لانه هي نقطته المركزيه. اليوم عم بحط سامان فرنجية ودفشوا بالطريقة يلي دفشوا فيها وبالطريقة يلي عم يبني، هدفه منا انه ما يمشي الاستحقاق الرئاسي لحتى يروح على تفكيك النظام ويروح على المتالة او ما يشبهه، لانه بده ياخد يعود بالسلطة، بده يجرب يمسك بالسلطة، لانه المرحلة مرحلة تحولات كبيرة. وبالتالي انا اريد ان امسك ولو عبر المتالة قرار اساسي في البلد ان يكون بيدي. يعني لذلك انا مشيت بسلمان فرنجية الفرنسي عم بيقول، من اجل انه اوطب على هذا الموضوع. وبيقول هو انه لو تركته نفس، اعتقاده تحليله، لو تركته المسار شوي وشفته انه ما كان مشي هو بسلمان فرنجية، كان لقي مشاكل لانه بده التزامات قبل. وبيقول هو بالتفسير تبعي انا بالورقه يلي اعطيتها لسلمان فرنجية يلي عملها معه باتريك دوريل وحتى بالقنوات، ما انا كنت حاطط انه لما عم حط عم بقول ممنوع تغيير
كيف يكونوا التعيينات، وممنوع تغيير الالتزام بموضوع الطائف، وهيك لحتى أكد أنه وصول سامي فرنجية هو يجهد الهدف تبع بس هيك كلام خطير. هيدا الكلام أما في التفسير، هيدا بالتفسير تبعه هلا عم بقوله بالإعلام ماشي الحال. هلا بيطلع 100 واحد بس كأن حزب الله يعني عم بيستخدم، عفوا على التعبير، عم بقول القراءة تبعه التفسير تبعه، فايه عم بقول التفسير تبعه للفرنسي ايه؟ بالقنوات الدبلوماسية غير الرسمية. هلا بيطلع 100 واحد بيقول لي غلط، يقول بده يقول بده اياه، بس انا عم اقول لك هذا اللي سمعته، وانا معود اقول الامور كما هي. هن هذا التفسير تبعهم، لذلك هلا بيقولوا انه الاعتراض واجهاض هاي الفكره والاعلان انك طلعت منها عم بيخلي حزب الله يقرب هلا ويقول انا اريد ان اغير النظام. بس هذا شو بيعني؟ بيعني مسالتين. اول مساله انه بموضوع الاستحقاق الرئاسي بموضوع سامي فرنجيه، نعم، المساله ليست جديه عند الجميع. المساله الثانيه كيف يعني مش جديه؟ بس لحظه، ما عم تقول لي امور حزب الله منه جدي اعتقاد بالتمسك بسلمان انه انا مشيت بسلمان الفرنجيه، لاعتقاد انه لو مشينا ومشي المسار كان حزب الله يحط شروط. انا بالمقابل لما اعطيت الورقه قلت بدي توقيع عليها وما توقع عليها، بس لكن جرى تسريبها للسعودي، وانه جرى اقناع السعودي من خلال هاي النقطه انه المفاضله ما بين اتفاق الطائف وما بين سلمان الفرنجيه، هذه هي المفاضله يلي هي الارض. بس هي شو بتعني؟ خلينا نمشي، انه هاي مرحله سبقت. هاي بتعني انه اذا هاي القراءه مضبوطه، برايي في شيء منها بلشنا نشوف هلا انه عم بيقولوا انه نحن نريد حوار، ايه الحوار يعني طاوله، حنحكي فيها اكيد طاوله يعني المؤتمر التاسيسي، هذا الحوار يعني، والحوار مش بس مع الداخل، الداخل بيبدا والهدف هو اللي خارج. بس هذا بيعني اولا انه في قرار خارجي بعدم الذهاب الى تغيير النظام السياسي في لبنان. لما عم بيقول هو انه انا انسجاما مع هذا الكلام ما رحت، انا رحت باتجاه سامي فرنجية لا اقطع عليه الطريق بموضوع تغيير النظام السياسي، لانه هذا الهدف الاهم. وبالتالي بالنسبه لهم فاذا القرار الدولي هو بعدم تغيير النظام السياسي، وهن بيقولوا انه المنطقه بمرحله تحولات كبرى، انه بسوريا في نظام سياسي جديد انت بدك تروحي له كيف بدك تركبيه، نعم، والمنطقه بمفاهيم، وبالتالي هن بيلاقوا اوروبا، وهذا الوقت يلي بدك تقولي لقدام في عندك نفط وما نفط وهيك يعني، بالتالي كلام الحربي او الترجمه الحربيه الى تراجع يعني ما راح تكون موجوده خلال المرحله المقبله. الثروه والثوره ما بيلتقوا، بتعرفي انه ما بيلتقوا، وبالتالي الثروه والعمل العسكري او اللغه العسكريه ما بيلتقوا مع بعض. ما يعني انه هودي كلهم سوا بدي ما بيلهم، انه بس بالمقابل برا مش ناوي هذا الشيء، مش موجود لا، وهذا لحتى يمشي هذا مش بس ادوات، هيدا قرار، هيدا مش قرار لا يعتمد فقط على الداخل اللبناني، لكن يعتمد بشكل اساسي على قرار دولي كبير، لانه له علاقه بالتقسيم التلوين تبع المنطقه. وبالتالي بالنسبه لالون هل سيعطى لبنان الى ايران كما هيك هن بيشوفوه، هن بيقشعوا مش بيقشعوا بالصراعات الداخليه الصغيره يلي عندنا، بس انه بيطلع هذا هو، هل سيعطى لايران؟ لبنان مؤهل انه ينعطى لايران بالتلوين الهيدا؟ هن برايهم انه مش لازم انه يكون هيدا، وانه حتى بالخارطه الجديده يلي موجوده وبخلاف اللي بيعتقدوا هون بالموضوع السعودي، بيقولوا السعودي مش مهتم يفوت بالتفاصيل، بس مهتم باللون، اللون الاقليمي تبع لبنان اكيد مهتم، مهتم باللون الاقليمي تبع سوريا اكيد مهتم، والتركي اللي رجع مع اردوغان مهتم جدا باللون السياسي تبع لبنان، وايضا باللون اللي بسوريا، انت ما تشوفي الزاويه بس اللبنانيه بس، وبطبيعه الحال الاسرائيلي والامريكاني، وبتشوفي هذه كلها سوا. حتى انت بتشوفي مثلا سوريا لحد هلا ما اظهر حماس النظام بسوريا تجاه الملف الرئاسي في لبنان. ايه، وعم بيقول انه هذا الملف عند حزب الله يعني. ايه بس كان في يدفش يعمل دفش، ما عمله. ليه ما عمل؟ انه كمان هو مثلا بالعمق تبعه بالخلفيه تبعه، هل هو فعلا بدي افترض راحت الامور باتجاه تعطي النظام السياسي في لبنان لحزب الله؟ انه بيلامه هذا الشيء اذا عم نحكي بالقراءه البعيده؟ ما اظهر انه بيلامه، لانه بالاخر كمان هو كان يعتاش السوري، تتذكري لما كان موجود في لبنان، بس ما بيلامه للنظام السوري للرئيس بشار الاسد، هو بيعتبر دوره هو لقدام.
يعني هلا دوري مضروب بس انه بركي بعد 10 سنين انا اذا كانت الصوره مثل ما هي هلا تعطيني امكانيه انا افتش على دور لإلي، يعني تعطي مجال لدور لإلي، بينما اذا راح محل اخر لا اكيد لا، وبصير انا محصور يعني ما بين نفوذ ايراني قوي غربا ونفوذ قوي كمان شرقا. وبتعرفي بلعبه التوازنات يلي يتقنها منيح النظام بسوريا خصوصا الرئيس الرئيس حافظ الاسد، وبعدين اكيد طبعا هيدا اورد هيدا الشيء لاولاده، انه التوازنات هي اللي بتخليك انت عايش، انك انت اقليه تعتمد على لعب التوازنات بس بمهاره، لعبها بيلعبوها بمهاره. هاي الصوره كلها سوا لحتى اقول بالاخر انت يعني الظرف الدولي والظرف الاقليمي بيخليك بيفتح لك الطريق للذهاب باتجاه البحث عن طائف اخر او عن طائف جديد او عن نظام سياسي جديد في لبنان. انا برايي هذا السؤال المركزي الاساسي قبل الدخول، انه ايه بجيب السليمان قال كذا، وحط هذا كله كلام يعني للتفاصيل البسيطه في لبنان، لانه النقطه المحوريه هي هنا.